انت كصحفي يعني يمكن رشا أنا اعتقد ان انتوا حاسين بالموضوع ده جدا. لا دي ازمه وازمه كبيره جدا. انا عايز اقول لك ان في مؤسسات اللي خسائرها الشهريه، كل المؤسسات الصحفيه بتخسر، في مؤسسات خسائرها الشهريه تضاعفت لحوالي 20 او 25 ضعف شهريا. فعلا في ازمه حقيقيه وازمه كبيره. مساله تخفيض اعداد الصحف دي مش الخطوه الاخيره للاسف الشديد. تقصد عدد الصفحات؟ عدد الصفحات، عدد الصفحات اللي اعلنت عنها الزميله العزيزه الاهرام ليست الخطوه الاخيره، هي هيستتبعها بالتاكيد في مرحله لاحقه حتتم عاجلا او اجلا زياده في اسعار الصحف. لن يعني ما فيش خلاف عليها. ليه هذه الزياده الكبيره؟ لان للاسف الشديد احنا عندنا ازمه كبيره. ورق الصحف دوت ده كله مستورد، احنا لا ننتج ورق صحف، الاحبار كلها مستورده. يعني مش عارف ليه، يعني احنا ليه يعني ورق البردي ده اول ورق تم اختراعه عندنا؟ يعني احنا بنتحدث النهارده رشا، اي حاجه في الدنيا ممكن تصنعها، يعني مش محتاج الموضوع في اي مكان في العالم. ممكن المصانع الكبرى، ابل كانت مصانعها موجوده في الصين، يعني الموضوع ما هوش اختراع. احنا النهارده يمكن كان في مبادره مهمه عملها الاستاذ ياسر رزق رئيس مجلس اداره اخبار اليوم من حوالي شهر كده، انه استدعى اكبر شركه منتجه للورق في الصين وعمل معاهم لقاء عشان انشاء مصنع في مصر او مصانع العدد من. انت عارفه كميه الورق، احنا مش ورق الصحافه بس، انت بتتكلمي على الورق الكرتون، الورق اللي بيتعمل منه العلب، علب الالبان بقى والعصاير، ورق المناديل ورق المناديل، انت بتتكلمي في انواع كثيره جدا. ليه هي ما بتتصنعش عندنا؟ انا مش فاهم. انا عايز اقول لك انه في عدد كبير، يعني يمكن احنا بنتكلم على مؤسسات الصحفيه القوميه هتقلل من عدد الورق. في صحف خاصه مهدده بانها تتوقف لانه هو مش قادر. يعني بالتأكيد، بس يعني أنا عايز أقول لك يا رشا، يمكن الصحف القومية عندها مشكلة أكبر بكتير من الصحف الخاصة. في إيه؟ إن أكتر من زي ما سبيرو كده، أكثر من معظم نفقاتها أجور لعمالة مكدسة. وعايز أقول لك إن خلال الخمس أو الست سنين اللي فاتوا، من 25 لغاية دلوقتي، حركات موجات من التعيينات غير المبررة وغير المستحقة، يعني حاجات كتيرة جدا، مشاكل ضعفت من آلام هذه المؤسسات بشكل كبير. فاحنا بنتكلم فعلا في أوضاع مالية شديدة الصعوبة. يعني نتمنى أن هذه الموجة تنتهي، ونتمنى أن يكون في حلول عاجلة لإنقاذ الصحافة المصرية.